لا أريدك متكلفا، فسؤالك عن أخباري تكلفا لا يسعدني، وتصنع اهتمامك يفقدني تلك اللذة التي كنت أشعر بها كلما فعلت ذلك. حديثك الخالي من اللهفة يشتتني، يجعلني عاجزة عن متابعته أو ربما سماعه. سؤالك غير الآبه بالإجابة يفقدني الرغبة حتى في الرد عليه، يدفعني لأتمتم بكلمات ليست من مفرداتي، يأخذني بعيدا عن المكان الذي طالما اشتقت لأكون فيه، لأكون معك دون تكلف أو افتعال. أما هذا التصنع فإنه يسلبني رغبة اللقاء بك، فأنا ببساطة لا أريدك متكلفاً.